عليكم. كنا في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الجافا، واتكلمنا عن السكانر، وازاي ناخد داتا من اليوزر، وازاي ان انا اطبع الداتا دي لليوزر. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا نعرف ازاي ان احنا نعمل ماثيماتيكال اوبريشنز، اللي هي العمليات الحسابيه، جمع، طرح، قسمه، ضرب، وهكذا. تعالوا نشوف ان شاء الله نعمل ازاي الكلام ده بالكود. اول حاجه هفتح الانتليجي بتاعي، ادي المشروع، وده اللي احنا كنا عملناه السيشن اللي فاتت. دلوقتي خلينا نشوف احنا عايزين نعمل ايه. احنا عايزين مثلا نجمع رقمين. هل الرقمين دول انا اللي هطبعهم، يعني انا اللي هديله، هل الرقمين دول انا اللي هكتبهم ولا هاخدهم من اليوزر؟ هنعمل حالتين، ان انا هعرف اتنين فاريبل واجمعهم على بعض، او اضربهم على بعض، او اطرحهم على بعض، وان انا اخد الداتا دي من اليوزر. طيب اول حاجه هنبدا ان احنا نعمل كومنت بقى للكلام ده. يعني ايه كومنت للكلام ده؟ يعني انا مش عايزه يشتغل، تمام؟ فهعمل كومنت للكلام ده كده. دلوقتي الكلام ده كله بقى كومنت، يعني انا مش هقدر ان انا لما اعمل رن يشتغل. وفعلا لما عملت رن هنا ما طلعليش اي داتا، خلاص كده كله بقى كومنت، كله بقى حاجه مش هتظهر في الرن. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ تعالوا ننزل كده لاين كده بالشكل ده. انا لسه جوه البادي على فكره، يعني انا لسه جوه الميثود. لو انت خدت بالك انا لسه جوه الميثود اللي اسمها مين اهي، ولسه جوه الكلاس اللي اسمه مين، يعني انا لسه جوه قفلته بالشكل ده. احنا ممكن نعمل حاجه، احنا ممكن ناخد الكلام ده كله كده قط كده ونرميه بره هنا، او نسيبه بره. فكده خلاص المين بتاعي بقى فاضي بالشكل ده، تمام؟ هو الفكره كلها ان الكومبايلر بتاعي هو بينفذ المين. يعني هو بيعمل ايه؟ انت ساعه الرن هو اول حاجه بيروح يعملها بيروح يشاور على المين على طول، ويروح يشوف هي جواها ايه، واللي جواها ده هو اللي هيتنفذ. فانا لازم الكود بتاعي كله يكون جوه المين، واللي هيتنفذ او انا عايز يظهر في الرن لازم يكون جوه المين بتاعي. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ قلنا ان احنا عايزين نجمع رقمين. فاول حاجه انا عايز اجمع رقمين. الرقمين دول هم مش ارقام، يبقى انا لازم نوعهم او نوع الداتا تايب بتاعتهم تكون انتجر، تكون بتستقبل ارقام. فخلينا نجمع مثلا ايه، سين زائد صاد اللي هي اكس زائد واي مثلا. فهقول له اول حاجه هقول له اكس، خلينا نعمل زوم سيكا كده. اول حاجه هقول له ان الاكس دي مثلا، وهقول له وليكن بتكوال 10، تمام؟ بالشكل ده. طبعا هو مدي ايرور، هو لسه مش عارف ايه هو الاكس ده، فلازم اقول له انت انتجر بالشكل ده. بعرف ان اكس نوعه انتجر شايل فاليو 10، حلو، واحط السيمي كولن بتاعتي عشان انا كده خلصت خلاص تعريف للاكس بتاعي. دلوقتي هبدا اعرف الواي، فاقول له انتجر برضو الواي، واقول له انت بتيكوال وليكن مثلا 20، تمام؟ يبقى انا كده عرفت اكس ب 10 والواي ب 20. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنطبع حاصل جمعهم. فهقول له سيستم دوت اوت، او اكتب اس اوت على طول كده، واقول له بقى ايه، اجمع لي الرقمين على طول على بعض. فانا في الحاله دي مش مضطر احط دبل كوتس ولا حاجه، انا هنده على الفاريبل على طول واقول له ده زائد ده. فهقول له ان الاكس، واعمل بلس واي بالشكل ده، واروح عامل رن، فراح مطلع لي بالشكل ده 30، تمام؟ طب انا ايه الفرق ما بين البلس دي والبلس اللي فاتت؟ احنا كنا بنطبع دبل كوتس واقول له بلس وانده على فاريبل اللي هو كان البنك اكاونت، فكان بيقول لي حسابك البنكي ويجيب لي الفاليو دي. ليه ما قاليش هنا مثلا 10 وساب مسافه وراح عامل ال 20 بتاعت الواي، يعني طبعا الاكس او ال 10 بتاعت الاكس مسافه ال 20، ليه جمعهم على بعض؟ عشان انت هنا عامل فاريبل وبتقول له ده بلس ده، عايز تطبع الاثنين جنب بعض؟ لا، اعمل ما بينهم دبل كود كده هيطبع لك الاثنين جنب بعض. يعني تعالى هنا كده وراح عامل بلس تاني وحط ما بينهم دبل كودز بالشكل ده، واعمل رن دلوقتي. فالراجل راح قايل لي 10 و20، يبقى انا كده سبت مسافه ما بينهم. لكن لو انا شلت الدبل كود دي وسبت زائد واحده، كده هو بيعتبرها ان هي عمليه حسابيه اللي هي زائد او اكس زائد الواي. فلما اعمل ران دلوقتي 10 زائد 20 قال لي 30 بالشكل ده. تعالى نعمل بقى ايه، جمع طرح قسمه ضرب. فهقول له اس اوت برضو نفس الكلام، الاكس بس ماينس الواي، ونعمل ران. خلينا كل ستيب كده نعمل ايه، تيست كده ونشوف الدنيا ماشيه معانا تمام. بالظبط 10 ناقص ال 20 قال لي سالب 10 بالشكل ده. نعمل اس اوت تاني ونقول له اكس حاصل ضرب الواي، فالضرب بيبقى علامه اللي هي الاسترد دي، اكس ضرب الواي، ونعمل ران 10 في 20 ب 200، فراح طلع لي 30 10 200 زي الفل، اخر حاجه وهي القسمه.
خلينا نقول اكس والديفيجن اللي هي الواي دي العلامه الباك سلاش دي، واروح اعمل ران. فراح قايل لي طبعا هو ليه طلع لي صفر هنا؟ لان حاصل القسم 10 على 20 هو هيطلع 0 بوينت كسر. وليه ما ليه هنا هو ما طلعش الكسر بقى؟ هنا نرجع للداتا تايب. فاكرين لما قلنا ان انا لو هطبع ارقام عشريه لازم اقول ان الداتا تايب دي نوعها فلوت، فبالتالي يطلع لي الرقم العشري. يعني هو 10 على 20 0 بوينت ارقام كتير، هو طلع الزيرو بس، هو ما عملش اعتبار للفلوت او الارقام العشريه، عشان انت قايل له ان انت نوعك انتجر، فلازم ان انا اعرف الفاريبل ده نوعه از ان هو فلوت مش انتجر. فهاجي هنا واقول له خلاص انت فلوت مش انتجر، واعمل رن تاني نفس الرن، على طول راح مطلع لي الايه البوينت 5 اهي. فكده قدر كده قدر ان هو يطلع لي الايه العلامه العشريه. ولو انت خدت بالك هو ظاهر لي في الاوت لاين او الاوت بوت ظاهر ان كل رقم بوينت زيرو، يعني هو لو رقم صحيح بيحط زيرو، في ارقام عشريه حط الارقام العشريه. تمام، فكده يبقى احنا كيوزر اكسبيرينس المفروض ان ايه ان ده تمام زي الفل، لان انت بتعمل عمليه حسابيه انت مش عارف هو النتيجه اللي هتطلع دي رقم صحيح ولا عشري، فلازم ان انت تكون عامل الداتا تايب تقبل الاثنين. يعني لو انتجر ماشي انا هقبل لك الانتجر واحط لك بوينت زيرو، لو فلوت خلاص انا ايه هحط لك العلامه العشريه او البوينت والارقام الكسر اللي بعد الايه اللي بعد البوينت على طول. خلينا نعمل بقى ايه كومنتات كده عشان ما ننساش. انا هنا بعمل ديكلير الفاريبل از فلوت داتا تايب، يعني نوع الداتا دي هي فلوت، والفلوت بتاخد ارقام عادي بس ارقام عشريه. الديكلير سبيلنج غلط، تمام زي الفل. هنا انا كنت بعمل ايه؟ هنا انا كنت بعمل اديشن اوبريشن، عمليه حسابيه او عمليه الجمع. هنا انا كنت بعمل طرح اللي هي سبتراكشن اوبريشن، اوكي. هنا انا كنت بعمل مالتيبليكيشن اوبريشن، عمليه الضرب. هنا انا كنت بعمل القسمه وهي الديفيجن اوبريشن. حلو جدا، يبقى ده كده اول جزء من الفيديو، ان احنا ازاي طبعنا وجمعنا وطرحنا وضربنا رقمين في بعض، بس الرقمين دول انا اللي معرفهم. تعالوا نعمل حته ان ازاي اليوزر او يعني خلينا ناخد الفيديو اللي جاي. دلوقتي احنا في الفيديو ده عرفنا ازاي ان احنا نجمع رقمين على بعض او نعمل ماثيماتيكال اوبريشن، بس الرقمين دول انا اللي مديهم له كديفلوبر، لكن انا عايز الرقمين دول اليوزر هو اللي دخلهم بقى. يعني اسال اليوزر اقول له لو سمحت دخل لي الرقم الاولاني فيدخل لي رقم 10 مثلا، اقول له اوكي دخل لي الرقم الثاني فيدخل لي 20، اجمع انا بقى الاثنين على بعض دول. فده ان شاء الله هنشوفه في الفيديو اللي جاي. سلام.